قبل 7 سنوات كانت مطاعم ومنشآت محيط طريق مطار دمشق الدولية السياحية قبلة لعشرات آلاف السوريين. معالم شكلت جزءا من ذاكرة السوريين تنهض اليوم من وسط ركام الحرب في منطقة طالما هددت العاصمة خلال سنوات الحرب. أعاد مالكو هذه المنشأة إصلاحها خلال زمن قصير، باتت تستقطب خلال فترة وجيزة أعدادا كبيرة من زبائنها السابقين. قام أصحاب المطعم بتصليح وإعادة رونقه، والحمد لله أصبح الآن من أفضل ما يكون، من أحلى ما يكون، والحمد لله رجع الوضع مثل ما كان، ورجع الأمان لهالبلد، ورجعت الأعداد والجلسات الجميلة. يستذكر رواد المطعم فترة ما قبل الحرب، مرت سنوات غابوا فيها عن هذه المنطقة بأسرها. يوم جبت الأهل، يعني أول مرة بجيب الأهل، أنا جيت قبل، بس أنه تفاجأوا أنه في عالم. الحمد لله، الحمد لله شيء ببشر بخير، رجع الأمن، رجع الأمان، الله يرحم الشهداء اللي وصلونا لهون، في شهداء كان. تضم المنطقة المحيطة بطريق المطار نحو 20 منشأة سياحية تعد الأكبر في سوريا. إصلاح وتشغيل هذه المنشآت يؤمن متنفسا واسعا لسكان العاصمة ويوفر آلاف فرص العمل. قدرنا نخرج من الركام ومن منطقة كانت مخيفة جدا، أسسناها وعمرناها ورتبناها وتبعناها. إذا بقول لك وبدون مبالغة 500 عائلة يلي عاشوا من هذا المطعم. تأمين الغوطة الشرقية بكاملها قبل نحو عام شكل كلمة السر لعودة المستثمرين لإحياء منشآتهم، جهد يسير بوتيرة متزايدة على أمل عودة كامل المنشآت إلى العمل. محمد الخضر من قرية حتيتة التركمان في الغوطة الشرقية لدمشق، الميادين.